فقد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي أنت للروح. يا مرحبا، معاكم دولة حنان، كيفكم؟ شخباركم؟ طمنوني عنكم إن شاء الله بأفضل حال. هذا يوم من أيام رمضان، أتوقع رابع يوم أو خامس يوم نسقت هذه السفرة. هذه السفرة عددها 8 أنفار، فحبيت لما نسقت كيف كانت فيها صحون زايدة وطلع الشكل حلو مرتب، والستاندات مرة تلعب دور في تنسيق سفرة الطعام. المهم اعتمدت على زيارة هلي، إنه إذا جوني هلي راح أقدم في نفس هذا الطبق في هذا الطقم. الله تبارك الرحمن، رابع يوم رمضان ومطر وخير من رب العالمين، اللهم اجعلها مطر خير يا رحمة يا رب. إيش الله تبارك الرحمن، ثاني رابع يوم رمضان ومطر وخير وبركة ورزق، اجعلها مطر خير وبركة يا رب العالمين. ما أقول إلا اللهم قل لأمنياتنا ودعواتنا اللي نتمناها أن تتحقق، اللهم قل لها كن فتكون يا رب العالمين. اللهم افتح علي وعليكم فتحا من عنده، وارزقنا الخير والبركة من حيث لا نحتسب، وأبناءنا وبناتنا يا رب العالمين. مؤمنة ولا تغرب، فالهداية لا تكون إلا للعبد دليل محبة الله له. هنا قدمت الأكل، قدمت السفرة، ما أحكي لكم قد إيش واغتثيت من المقليات، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. بس صراحة فعلا أكلنا غير صحي في رمضان، يعني ما في شيء صحي للشوربة، والباقي معجنات مقليات. هذا اليوم قلت لازم أقدم سلطة، حطيت سلطة وأشوى كلوا منها يعني، وحتى أنا كليت منها حسيت كذا أبي شيء ينظف السموم. هنا جلست أرتب طقوسي حقت صلاة التراويح، أحب أحط لي أجواء وأرتب الوضع وكذا، أقعد في الغرفة أستكن لحالي وأصلي. الله يقبل صلواتنا يا رب، الله يقبل قيامنا وصيامنا، وجعل إيمان واحتساب يا رب لله رب العالمين. وأهم شيء فقرة البخور وبخر الجلالة بخر السجادة عشان أصلي بخشوع بريحة حلوة بمكان نظيف ومرتب. اعتمدوا يا بنات هذه الطريقة اللي ما تسوي لها كذا أجواء، تعتمد وتجرب كيف راح تكون صلاتها خاشعة وأفضل بكثير. رب اشرح لي صدري وألح قلبي وأزعل كل خوف يسكنني وكل ضعف يكسرني، يبكيني ولا تفجعني يا الله في مستقبلي. حبيت أشارككم المقطع اللي نزلته في التيك توك. أهم شيء تخلون أفضل مكان في البيت للصلاة، وأصد مكان عن الإزعاج مثل المساجد، اهتمام في تنظيفها وترتيبها وتعطيرها. فأفضل شيء يكون أفضل مكان في البيت اللي هو مكان الصلاة. هنا بعد خامس يوم، أتوقع سفرة خامس يوم، اللي قبل كانت رابع يوم، فالحمد لله على النعم صغرها وأعظمها وأكبرها وأدقها، الحمد لله على النعم كلها. هنا غيرت، كنت مسوية ورقة بامية بدل الشوربة، سوينا تورتيلا تونة بالباستري، حلى سنيبون، بيتزا، القيمات وجبنية. جالسة أجهز المفيه، جالسة أنتظر إن شاء الله كل شيء يكون تمام، أنتظر ضيوفي الغاليين. نعم أصور، أنتظر هلسة. رتبت الجلسة للضيوف اللي بيجوني، هنا قسم الرجاجيل وداخل قسم الحليب. Thank you.
ان شاء الله عازمه اهلي عندي على الفطور، وراح اسوي معاكم جبنيه سهله جدا ولذيذه، اللي راح تعتمدها راح تضبط معاها، ومقاديرها يعني وسط تكفي كذا بالراحه، 4 انفار او 6 الى 6 انفار كذا. مقاديرها مره سهله، ما تبي شيء يعني، مره جدا سهله. بيضه واحده، ملعقه خميره هنا حطيتها معاكم، بيكنج باودر شوي، فانيليا شوي، نحب نكهه الفانيليا في المعجنات، ملعقه سكر وملح ذره، 3 ملاعق حليب بودره، وربع كوب مويه دافيه، وكوبين دقيق، 3 ملاعق جبن سائل. وبس عجنوها. اذا تحتاج طحين زياده زيده، وطبعا كوبين طحين، واذا تحتاج مويه زيده، بس على طول تتماسك معاكم، تطلع مره جدا جدا لذيذه متماسكه، وساعه تخمر بعدين نشكلها ونقليها. هغطيها وخليها في مكان دافي ساعة واحدة، لا ما شاء الله تنتفخ، واقطعها واقليها. الحين خلي البسبوسة، المكون الأساسي الزبادي، شوفوا البسبوسة خاصة اللي ما يحبون طعم كخامة البيض، هذه جدا سهلة بدون بيض، اللي حاب يحط قشطة أو زبادي، بس الزبادي أوفر وأرخص، فنحط زبادي لأن نفس النتيجة نفس الطعم صراحة. والقشطة غالية، في القشطة أخليها للحلى، وأستخدم الزبادي للمأكولات اللي بالفرن كذا، ما يبين هي قشطة هي زبادي. نفس العلبة أحط نص العلبة زيت. والعلبة مليانة سكر. راح أسوي معاكم، أنا سويت بسبوسة سادة وبسبوسة بالتمر، راح أسوي معاكم الخطوات تبع البسبوسة السادة لأني نسيت أصورها لكم. بعدين راح أحط مقادير بسبوسة التمر اللي هي بيضة وعلبة مليانة تمر مذوب مع موية حارة بدون النوى. أنا طبعا عندي عجينة تمر فحطيتها. هنا ملعقة بيكنج باودر وفانيليا، احب احطها سواء حطيت بيض او لا، احب نكهتها في المعجنات. وجوز الهند علبة، وعلبتين سميد. هذه البسبوسة السادة. بسبوسة التمر نحط علبة تمر مذوب زي ما قلت لكم، نفس الاشياء اللي قبل، بس نحط علبة سميد، علبة جوز الهند، علبة تمر مذوب، تطلع معكم احلى بسبوسة تمر. طبعا تختلف ما كأنها نفس الطبخة، نكهة التمر مرة تغيرها 180 درجة، تطلع هذه كأنها حلا وهذه حلا، اللي هذه بسبوسة تقليدية وهذه بسبوسة ثانية، تطلع أكثر حلاوة وأكثر فيها طعم مسكر أكثر، يعني على سكر أكثر. ايوه صح، ملعقه صغيره مليانه قرفه، مره برضو تغير بالنكهه من بسبوسه التمر. الفرق عن البسبوسه العاديه علبه التمر هذه وعلبه ملعقه القرفه. وهنا حطيت بيضه، اذا ما تبون بيضه برضو استغنوا عنها، بس حطيتها عشان تنفشها لي اكثر.
هذه بسبوسة التمر، وهذه البسبوسة العادية. صلحت بسبوسة عشان تقهوى عليها بعد الفطور جاهزة. هخليها بالفرن، هقدمها مع الفطور اللي يبغى ياخذ منها، والباقي نتقهوى عليه بعد الفطور، بعد الفطور أو بعد التراويح. بدأ حل الهبة، حل التيك توك أكيد عرفتوه وشفتوا، هذا الكالوري اللي الكل طايح فيه راح أسويه معاكم، بس راح ممكن أضيف له إضافة مشتهية معاه لوتس، ممكن أدخل طبقة لوتس وأحط فوقه طبقة لوتس يعني لغويس. خلصنا الطبقة الأولى، نجي للطبقة الثانية. كريم ويب، كريم كراميل، علبتين قشطة، كيري 4 حبات، وعلبة نستلة أو نص العلبة. القشطة راح أخذ علبة واحدة، بخلي علبة للطبقة الثالثة. المفروض هنا ارجع حتى اتوقع طبقة اوريو، وبعدين قشطة مع نوتيلا، والطبقة الاخيرة الثالثة. انا وش ودي اسوي؟ ودي صراحة احط لوتس، مشتهية مرة ودي ادخل معه لوتس. المفروض احط بسكوت شاهي، بس انا بحط لوتس. الطبقة اللي فوق شكلي بخلي نصها زبدة في اللوتس، ونصها يا الله شوف اللوتس كيف تفتت حفلة، تفتت. حاول اخذ بسكوتات سليمة، هو عشق عشق بسكوت اللوتس، من مثلي يحبه. احطه في الثلاجة لان اسوي الطبقة الرابعة. محتارة احط قشطة ونوتيلا نفس الهبة، ولا احط قشطة لوتس بما اني حطيت بسكوت اللوتس. شكلي بحط قشطة ولوتس.
رحت بسرعة قبل يجون الرجاجي لأخذ لكم لقطة السريع. برضو سفرة الطعام حقت الحريم أخذت لكم لقطة السريع قبل قلبة الحريم. يا يسرسح. وسوينا حل المارس الطريقة الأصلية. هنا جلسة قهوة أنا وأخواتي وأمي. تقريبا هنا نهاية المقطع. لا تنسون إذا عجبكم لايك وشير لكل اللي يحبون هذه المقاطع، وإذا مشتركة جديدة أو متابعة جديدة حط طق اشتراك لي. الله يسعدك، ساعدوني إني أستمر. محبتكم واشتراككم ولايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة في الكومنت. خبيث عرفت. محامي. كيف اتني انا محامي؟ هذه ميرا عادي كتبتيه وعبريه عبدالله. كرهتي.